التلاتة هاي اللي بتتابعوني في السناب، انا دلوقتي في لندن في شارع اكس افورد كده، وحروح على البيكا دولي. انا مبسوطة جدا، حياتي سعيدة جدا، ما فيهاش اي عوائق. الرحلة كانت حلوة قوي، مريحة، سموز، ماشية بسلاسة. ويمكن افكر النهاردة اروح هارودز، ولو اتصلتوا عليا معلش مش هارودز. مش ملاحظين من سناباتي انه حياتي سعيدة جدا، ما عنديش اي مشاكل. نفسي اجيب مشاكل في حياتي، بس اعمل ايه، مفيش. حياة بمنتهى المثالية. لميزي، اول حاجة وحشتوني جدا. تاني حاجة عايزة اوصل لكم الدرس بتاع النهاردة نقطتين. النقطة الاولى هي الصور الحلوة والفيديوهات واللقطات الجميلة اللي بنشوفها في سنابات الناس وانستجراماتهم مش هي اللي بترجم شكل حياتهم عاملة ازاي. الناس بس بتظهر الجوانب الإيجابية اللي في حياتها على شكل صور وفيديوهات، بس ربنا يعلم ما بين الفيديوهات في ايه.